اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الديسيمالز ووقفنا لحد representing decimals on the number line، وقلنا اهم حاجة عندي في الديسيمالز عدد الزيروز اللي بعد او اللي على يمين الديسيمال بوينت، انه مش بيفرق معايا. لكن ما اقولش مثلا انا عندي هنا 0.7 واقول عليها equal، او هنا اللي هي 7 tenths واقول equal 7 hundredths. wrong، غلط. لا، الزيروز بتتزود على يمين النمبر، بعد النمبر كده في الاتجاه ده كده. هنا اخليها 70 hundredths، اخليها 700 thousandths، لكن ما احطش الزيروز قبل النمبر واقول انا حطيتها اهو بعد الديسيمالز. لا، لازم تكون بعد النمبر نفسه، خلاص. وما يكونش كمان عندي في هنا نمبر تاني، يعني هنا لو دي عندي 0.75 ما قولش عليها equal اللي هي 7500، ما قولش عليها equal 705000، واقول انا حطيت الزيرو على يمين السبن. لا، ما انا عندي 5 هنا، يبقى ما ينفعش احط الزيرو between two numbers في الديسيمالز. لا، هزوده فين؟ هزوده في اخر النمبر على يمين النمبر بعد الديسيمال بوينت. يعني دي كده تبقى 0.75 وجنبها زيرو، يبقى 0.750000. طيب، تاني حاجة قلنا هنتكلم عليها في الديسيمالز الفاليو والبليس فاليو، وقلنا هناخد الكومبيرنج والاوردرنج والاوبريشن اللي هي البلس والماينس والديفايد والتايمز، واخر حاجة هتبقى عندي ان شاء الله الابروكسيميتنج. طيب، هناخد دلوقتي الفاليو والبليس فاليو على الديسيمالز. احنا قلنا لو عندي ده نمبر عادي كده هقراه ازاي؟ 761، ده كده النمبر العادي. طب يبقى لو سألت عن الفاليو بتاعت ال 1 الفاليو بتاعت 6 هنا 60، الفاليو بتاعت 7 700. طيب لو سألت عن البليس فاليو، المكان بتاع ال1 هنا، البليس فاليو بتاع ال1 يونتس، البليس فاليو بتاع ال6 تنس، البليس فاليو بتاع ال7 هندردز. هندردز عادية، هندرد وجنبها اس. طيب انا عندي هنا بقى زاد عليا بوينت اللي هي الديسيمال بوينت 284 هندردز، وسألني عن ال40 او عن ال8 او عن ال2. هنعرف دلوقتي الفاليو بتاعت كل حاجة فيهم. لو سألني عن الفاليو بتاعت الفور، هقول هي فور over what. فور نمبر فور ده بيتكون النمبر بعدي أو نفسه بيتكون من كام زيرو، من كام place، three places، يبقى فور over one thousands، يبقى four thousands. طب لو سألني عن الايت، الايت فين؟ في الهندردز، يبقى eight over hundred. لو سألني عن التو، يبقى التو تنثس، يبقى تو اوفر تن. يبقى بكتب الفاليو بتاعت كل ديجيت من الديسيمالز زي ما بقولها باسم البليس فاليو اللي هي فيه. طيب البليس فاليو هو ايه؟ هنا عندي 249، احنا قلنا التو هنا هي الهندرد، الفور هي التنس، الناين هي اليونتس، ودي طبعا الديسيمال بوينت. لو سألني عن الفايف هنا، البليس فاليو بتاعها اسمه تنثس، تن و تي اتش اس، يبقى تنثس. طيب البليس فاليو بتاعت السيفن هندردز، البليس فاليو بتاعت الثري ثاوزندز، لان انا عندي بعد الديسمال بوينت بمشي بالعكس. يعني ايه؟ اولا ما عنديش يونت، وبعدين التنثس هي اللي من هنا، وبعدين الهندردز هي اللي كده، وبعدين الثاوزندز هي اللي على اليمين، مش زي النمبرز العادية يونت تنس هندردز كده، لا دي بتبقى ماشية العكس، تنس هندردز ثاوزندز. طيب يبقى الفاليو بتاعت الفايف هنا ايه؟ هي في البليس فاليو بتاعها ايه؟ تنثس، يبقى الفاليو بتاعتها 5 over 10، لان انا لو شلت كده ال 73 دي هقراها ازاي؟ 5 tenths، 5 over 10، 5 parts من 10 parts. طيب لو سألني عن السفن، الفاليو بتاعتها ايه؟ هي 57 hundredths، يبقى السفن دي في البليس فاليو بتاعت الهندردز، يبقى نقول 7 over 100. طيب لو سألني عن الثري، هنقول هي في البليس فاليو بتاعت الثاوزندز، يبقى هيبقى اسمها الفاليو بتاعتها 3 over 1000، 3 parts من 1000 parts. تعالوا ناخد عليها examples تاني. هنا بيسألني عن الفاليو بتاعت التو، ماليش دعوة بالديسيمالز خلاص، انا بتكلم عن النمبر نفسه 290، الفاليو بتاعت التو هنا 200. طب الفاليو بتاعت الناين 90، الفاليو بتاعت الزيرو، الفاليو بتاعت الزيرو في اي مكان anywhere الفاليو بتاعته equal zero.
طيب ال value بتاعت ال 6 هنا لو انا ما عنديش ال 81 دي تبقى دي 6 موجودة فين؟ في ال 10ths، يبقى 6 over 10. طب ال value بتاعت ال 8 موجودة فين؟ في ال 100ths، يبقى 8 over 100. ال value بتاعت ال 1 1 over هي فين؟ في ال 1000ths، يبقى 1 over 1000. دي ال value بتاعتهم. طيب ال place value هنا ال 1 ال place value بتاعها 1000ths، ال 8 ال place value بتاعها 10ths، ال 6 ال place value بتاعها 10ths. هنا عندي بيسألني عن ال 5 ال value بتاعتها، ال value مش ال place value، يبقى هنقول 5 over ايه؟ over 10 ولا 1000ths ولا 100ths؟ هي اسمها ايه؟ ال place بتاعها فين؟ 10ths، يبقى 5 over 10. هنا ال 9 ال place بتاعها فين؟ 10ths، 100ths، 1000ths، يبقى 9 over 1000ths، طبعا 1000ths. 837 طبعا دول في الديسيمالز. ال 3 هنا في الديسيمالز، 3 over what؟ ال place value بتاعها ايه؟ 10ths، يبقى 3 over 10. ال 0 ال value بتاعته anywhere 0. ال 8 ال value بتاعتها هنا فين؟ هنا مش في الديسيمالز، دي هنا النمبر نفسه 480، يبقى الفاليو بتاعتها 80.